تمام. صباح الخير، مساء الخير أطباءنا الأعزاء، مشتاق لكم جدا، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم جميعا. إن شاء الله إن شاء الله خلينا نقول سنة خير تكون، إن شاء الله تتخرجون وتقدرون تعوضون هذا النقص اللي صار عندكم خلال هاي السنة. الله يكون بعونكم، ظروفية صعبة ومرينا بيها مو طبيعية، إن شاء الله يعني نقدر نعوضها ونقدر ننسدها بأحسن طريقة ممكنة. التعليم الإلكتروني حقيقة هو التعليم مو كلش ناجح، فاشل، يمكن لأنهم ما مستعدين إليه، لكن رح نحاول إحنا على قدر المستطاع أن نغطي جزء، خلينا نقول أساسي مو المهم، خلينا نقول الأساسي على الأقل خلال هذه المرحلة الجاية. رح نبلش بأول محاضرة ضمن التعليم الإلكتروني، ورا ما خلصنا إحنا محاضرات التابعة للأورثودونتيك دايجنوسيس رح نبلش هسه بالمحاضرات التابعة للأورثودونتيك تريتمنت بلانينج، اللي هو هذا الجزء الأخير يعني يعتبر، بس هي تشمل الجزء الرئيسي وتشمل هواية مواضيع بيها. يعني أكيد صارتكم علم إنه صار تقليص بالمواد يعني جميعاً، فعلى هالأساس رح نختار لكم المواضيع الرئيسية اللي تاخذوها بحث بالأورثودونتيك على مساعدكم فكرة شلون تتعاملون ويا الأورثودونتيك بيشنت. راح أحاول أغطي جزء من كلامي على الجزء العملي اللي أنتم ما حتشوفوه يعني، أو يمكن احتمال ما حتقدرون تشوفوه، على الأقل يساعدكم فكرة عن طريق وسائل توضيحية بالصور. ورح نهاية كل محاضرة رح أخليكم في سؤال بسيط عملي، أرجو إنه ورا ما تقرون المحاضرة رأساً تجاوبوا لي على هذا السؤال ويجوزوا لي، وعلى مود نتناقش ورا ما تكمل الأجوبة مال المرحلة كاملة. أطبائنا أعرف صعبة، لكن شوية يحتاج همة وحيل وصبر، وأتمنى إنه شوية شوية تتابعون المادة على ما تتراكم عليكم، لأنه الجاي أتوقع رح يكون أصعب من اللي راح. أتمنى لكم كل التوفيق ونبلش محاضرتنا اليوم. محاضرتنا اليوم راح تكون عن الأورثودونتيك تريتمنت بلانينج. شو ما قلت لكم، بالفيرست ستيب هو كان الدايجنوسيس، وأعيد وأكرر هاي النقطة اللي هي كلش مهمة. بالدايجنوسيس مالتنا لازم يكون الدايجنوسيس هو التروث، الحقيقة، ساينتفك بيس، نو جادجمنت، نو اوبينيون، تخلون البيشنت يحكي بدون ما تتدخلون بالكلام، بس تباعون وتركزون بالنتيجة اللي تريدون تحصلون عليها. هذا اللي حيكون كلها بالدايجنوسيس. بالتريتمنت بلانينج راح يختلف الوضعية. الوضعية هنا لا، مو بس يعني راح تكون انت ما تتكلم، لا راح تتكلم وراح تتدخل وراح تنطي رأيك، لكن الرأي لازم يكون مو بس كل تروث، إنما يكون بيها وزدم. الوزدم معناها الحكمة، لازم نكون حكيمين بالشيء اللي احنا رح نحكي به، لأنه لازم نوصل النتيجة للبيشنت بأكثر طريقة مفيدة with maximum benefit. هاي هو الأساس التريتمنت بلانينج. يعتبر التريتمنت بلانينج مو not for the first step، إنما يعتبر the second step in orthodontic treatment in general. تمام، راح نرسم لنا فد رود ماب لايتش ستيب على مود نقدر نحصل على الماكسيمم بنفيت. شو راح يرسم الرود ماب؟ راح اوضح لكم اياه بالسلايد القادم، ننتبه. شوفوا السلايد رقم 2، شلون حيكون الرود ماب، ننتبه لهذا التشارت، فلو تشارت اللي شلون يوضح لنا حيصير التريتمنت بلانينج. البيشنت من حيدخل لازم نحصل الدايجنوزز، هي عملية تحصيل على مجموعة من الداتابيس. كتشوفون الداتابيس، الداتابيس شرحنا لكم إياها، أخذناها من الهيستوري الكلامي اللي يصير بينك وبين البيشنت. تمام أطبعنا، يتبعها بالكلينيكال إكزامينيشن إكسترا أورال وإنترا أورال، حكينا عنها كل الخطوات وكل الطرق اللي ممكن سويناها، مع الأسف الشديد ما قدرنا نطبقها كلينيكالي لهاي السنة، بس إن شاء الله رح نحاول نغطي هذا الجزء إذا الله سهل الأمر. خلال الكلينيكال إكزامينيشن
راح ننتبه راح يصير تحديد مجموعه من الدايجنوستيك ريكوردز. كتنتبهون الهيستوري بلش اخذنا الكلام وراها فرافقناه بكلينيكال اكزامينيشن داخل الكلينيك انترا اورالي واكسترا اورالي، وعلى اساس قررنا شو حيكون عندنا من دايجنوستيك ريكوردز. شنو الدايجنوستيك ريكوردز؟ واي دايجنوستيك ريكوردز؟ اخذنا الاسينشال والنون اسينشال، الكاست، الفوتوغرافيك، الراديوغرافيز. راح نحدد لانه صعوبه انه نوفر كل الدايجنوستيك ريكوردز لجميع البيشنت مهما تكون الفاسيلتيز موجوده، لكن اكيد اكو صعوبه نوعا ما، اكو ريكوردز دائما ناخذها، اكو ريكوردز ممكن ناخذها وممكن ما ناخذها حسب الكيس اللي راح نتعامل وياها. ورا ما حصلنا على هاي النقاط كلها حصلنا على الداتابيس. هاي الداتابيس لازم نغربلها، نسويها ديستليشن، الديستليشن اور اناليسيس. تبون خطوه رقم 2 راح يصير الاناليسيس اذا كان فيشيال، دينتال، فانكشنال، سوفت تيشو، هابيتس، لازم هاي نسويها. هاي شغله من تسويها اناليسيس راح نحصل على فد بارت اللي هو اهم بارت لبدايه التريتمنت بلان. انتبهوا لها، من نريد نسوي تريتمنت بلان لازم يكون عندنا فد مصطلح اسمه بروبلم ليست. شنو فد مصطلح اسمه بروبلم ليست؟ اللي منين حصلناها؟ حصلناها من الداتابيس اللي احنا غربلناها وسويناها اناليسيس، تمام، في مرحله الدايجنوستس. اذا الدايجنوستس والداتابيس هاي كانت ضمن الدايجنوستس. البروبلم ليست هو الرابط بين الدايجنوستس والتريتمنت بلان. من حصلنا على البروبلم ليست هاي بلشنا بالبارت اللي هو التريتمنت بلانينج. راح ننتبه لهاي النقطة كلش مهمة. تابولي رجعا، خلال البروبلم ليست، خلال البروبلم ليست ممكن 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 راح نشوف الآتي. عندي بروبلمين، ممكن يعني مو خط واحد من البروبلمز، ممكن يكون عندي pathological condition وممكن عندي developmental condition. تشوفون الأولوية، راح نبلش بالبريوريتيز اوف ذا بروبلم ليست، يعني اولويه بالبروبلم ليست. اكو بروبلم ليست نعطي اولويه غصبا ما علينا، يعني شنو غصبا ما علينا؟ يعني الحاله تفرض علينا، تفهمون شلون؟ واكو اولويه بالبروبلم ليست نعطيها عن طريق الانتر اكشن وذ ذا بيشنت. راح اوضح لكم هاي النقطه كلش مهمه، انا راح تقروها بالمحاضره لاكو صعوبه بها، ارجو ان تفهموني. انتبهوا لي، بالبروبلم ليست اكو شغلتين، اكو شغلتين يتدخل بها. يجي البيشنت عن طريق الكونفرزيشن مالته، والنقطه رقم 2 هو الدكتور اوبزرفيشن، يعني انتباه الطبيب. بالانتباه الطبيب وعن طريق البيشنت كونفرزيشن حصلنا على بروبلم ليست. بالبروبلم ليست اكو في مصطلح اسمه البريوريتيز، الاولويه، لازم ننطي اولويه للبروبلم ليست. البروبلم ليست اولويه مالته عن طريق الكونفرزيشن اوف ذا دكتور. انتبهوا لي، اذا انا ايش قلت لكم؟ تيجي البروبلم ليست منين؟ من الدكتور اوبزرفيشن، ومنين؟ من البيشنت كونفرزيشن. البريوريتيز الاولويه اللي حنعطيها للبروبلم ليست من الدكتور اوبزرفيشن، راح نشوف انه ممكن يكون عندي pathological condition وممكن عندي developmental condition. ال developmental condition اوضح لكم اياها كمعنى ابسط، انه البيشنت جاي يقول لك اني عندي mal occlusion، crowding، spacing، large teeth، protruded teeth، whatever، شو المشكلة عنده. ال pathological condition اللي انت اكتشفته خلال الفحص مع البيشنت انه البيشنت عنده pathological condition، يعتبر pathological condition. انتبهوا لي، هاي نقاط كلش مهمة وما واضحة بالمحاضرة، راح احكي لكم اياها كلاميا وممكن دائما تجي. انتبهوا لي، دائما الباثولوجيكال كونديشن ينطولها أهمية أكثر من الديفلوبمنتال كونديشن. يعني شنو معناها الباثولوجيكال كونديشن؟ راح ابسط لكم اياها. يعني البيشنت من يكون يجي لك باد اورال هايجين، جنجيفال بروبلم، دنتال كاريز، prodental condition، bad oral hygiene، هاي المواضيع كلها لازم انت حضرتك تنطي لها اولويه اكثر من developmental condition. لازم تعالج هاي النقاط قبل ما تبلش بالdevelopmental condition. عاد من توصل مرحله developmental condition الاولويه، البريوريتيز مال problem list تاتي
حسب الـ interaction with the patient. انتبهتوا لي؟ يعني من أني أجي أفرق الـ condition اللي أتعامل وياه كان pathological أو developmental، حضرتك أنت اللي تقرر. ليش؟ لازم تنطي الأولوية للـ pathological وليس للـ developmental. تمام عيني؟ لكن من خلصنا الباثولوجيكال وبلشنا بالديفلوبمنتال راح نصير فد نوع من الانتراكشن، فد تفاعل بين حضرتك وبين البيشنت، لانه البيشنت لازم يكون يدخل بالموضوع، لانه اذا ما دخل بالموضوع ما نحصل على سكسسفول تريتمنت بلاننج. تمام؟ بالبريوريتيز اللي راح يدخل بالبيشنت راح نشوف هو شو حيقول، ينطي اولويه لماذا. تبولي كل كيس راح تجيكم بالأورثو يعني البيشنت ما يفتهمها، يفتهم الشيء الواحد، شيء واحد. هذا الشيء الواحد هو اللي يشوفه بعينه، يعني خلينا نقول الأستاتيك بين قوسين، شيء جمالي. يقول لك انه عندي ميديان دايسما، انا اعرف الميديان دايسما هو سبيس بين تو سنترال انسايزرز، لكن انت من تفحص حضرتك حتشوف انه مو بس عنده ميديان دايسما، عنده بروبلمز خلت يصير عنده ميديان دايستما. البروبلمز اللي أدت لحدوث الميديان دايستما البيشنت ما يعرفها. طب هو هالنقطة شو يعرف؟ يعرف أنه عنده فراغ between two central incisors. تمام؟ فينطر أولوية لتريتمنت المنو لكلوزينج this space. تمام؟ ما يعالج بقية الكونديشن. على مود نحصل على good treatment planning لازم يصير حضرتك interaction with the patient for priorities of treatment planning. راح ننتبه للسلايد رقم 3، شنو هو الـ entitling اللي راح رود ماب بالـ treatment planning. راح ننتبه اول شيء عندنا formulation of a problem list، ثانيا setting priorities for orthodontic problem list، شو ما شرحت لكم اياها هسه، and planning for space requirement. راح اشرح لكم واحد واحد بعض، كلش سهل هاي النقاط ومهمه بعض. أول شيء عندنا الـ formulation of a problem list، حيصير قلت لكم الجزء الأولي هو إنه نقسم الـ disease إلى pathological developmental، ها أنت تقررها بدون ما تدخل الـ patient، حكم مفروض على الـ patient وليس يدخل الـ patient بي. لكن الـ part اللي هي راح يدخل الـ patient بي وحيصير interaction with the patient، لازم ننتبه إنه لازم نسوي هذا الستيب in consultation with the patient and their parents. لازم يصير هذا الشيء. أغلبية البيشنت يتلكم ينطون priorities وأولوية للمنو للأستاتيك فاكتور for orthodontic treatment. لكن أثناء الإكزامينيشن لازم نسوي general health, periodontal condition, the condition of the case in general قبل ما نبلش هذا الكيس مالتنا. تمام؟ هذا حيسوي formulation of problem list. بالsetting priorities of orthodontic problem list راح ننطي الأولوية حسب كلام البيشنت. لكن أكو حالات أخرى، تبولي أكو حالات أخرى الكيس تفرض إنه يتعارض ويا الأولويات البيشنت. الكيس تتعارض ويا الأولويات البيشنت. تمام؟ يعني مثلا راح اوضح لكم اياها الورع. انتبهوا لي setting، كتشوفون الصورة واضحة setting priorities of for orthodontic problem list. حاشوف خليت لكم صور الكيس قبل التريتمنت وصور للكيس بعد التريتمنت. اول اربع صور هاي 1 2 3 4 تعتبر الكيس before the treatment، والصور الكيس after the treatment. Patient, young male, with 20 years old, هالعمر العشرينات، يعاني من problem. The problem مالته هو crowding of the anterior segment of upper and lower dental arch. واضحة الصورة عندكم ياها. تمام؟ تابولي تشوفون هذا عندي أول view. الفيو الأول مثل side view, right side view of the patient, frontal view of the patient, occlusal view صورتين وراها, occlusal view of the upper and occlusal view of the lower. هاي أول أربع صور مال الكيس before the treatment.
لتشوفون بلو كلوزال فيو كلش وضحت عندي الوضعيه، صار عندي كراودينج تلاحظون بالدنتال ارج بالابر اند اللور، تمام؟ اكو نوع من الكونستركشن صار عندي منطقه البريمولر ريجن، تشوفون منطقه البريمولر ابالك ناني لو تنتبهون شوي ابالك مضيقه، فمضيق الارج، حتى الارج كانه ماخذ، انتبهولي ماخذ على شكل V shape، كتشوفون هو مفروض الأبر آرش يكون على شكل U shape، يعني هاي المنطقة منطقة التقاطع مال U، هاي الدائرية هنا تكون لازم تكون نوعا ما عريضة، فالإنتركناين ديستانس المسافة من الأبر كان هذا الرايت كناين تو ذا ليفت كناين، تشوفون عليها هنا مسافة ضيقة يحتاج نكبرها على منحل هاي المشكلة. انتبهوا هذا الكلام هو البيشنت جاي يعاني من عنده، يعني ينطي الأولوية للكراودينج، يريد يحل مشكلة الكراودينج. هنا بالبريوريتيز راح يتدخل بموضوع ويا السبيس ريكوايرمنت، النقطة رقم 3 بالفورموليشن أو انتايتلينج مال تريتمنت بلان. تلكم النقطة الأولى نسوي problem list formulation of problem list، ثانيا priorities، ثالث نقطة هو ال space requirement. فالتداخل بين هاي النقطة والنقطة اللي وراها space requirement على مود نحل هاي المشكلة نحتاج أطبانا الأعزاء إلى space. أنا ما حتدخل بطرق العلاج، طرق العلاج مختلفة، أنا بالنسبة إلي مو كل العلاجات متشابهة، يعني كل علاج وعنده خصوصيته وعنده خاصة ودياجنوستيك مالته هو راح يأثر عليه. أنا ما هتدخل بموضوع الدياجنوستيك، راح أعطيكم إلى هذا الموضوع. لو ننتبهون على النقطة واضحة بالصورة الأولى، أرجوكم انتبهوا على هاي النقطة، إنه إضافة للكراودينج إيش عندي؟ كتشوفون بروكلايند انتيرير تيث، يعني أسنان بارزة، صح لو لا؟ وشوية بينه بنشوفون الأوفرجيت شون عالي بمال بيشنت، هنا واضحة لشوفون شون قاعد واضح لكم إياه بالمؤشر مالي بالبوينتر، تلاحظون تلاحظون هذا الفراغ اللي هنا هذا مال أوفرجيت، هذا عندي دنشيت البروتروجن أوف ذا تيث، ممكن يكون سبب سوفت تشو، يعني اللب يشتغل جوا سنترال انسايزرز، خل هاي الأسنان تتقدم. انتبهوا البيشنت شي يريد، يريد يخلص من الكراودينج، يريد يخلص بصورة جواها بقى مال الأوكلوزال فيو مال أبار. شوفوا اللاترالات شون داخلة behind the centrals، كتشوفون نانا التو لاترالز داخلة behind the centrals. البيشنت يريد يخلص من هذا الكراودينج، يريد يطيه من عنده. انتبهوا إذا أنا جيت صفطت هاي الأسنان سويتها one line على ما يخلص من الكراودينج، ما حتتوقعون انه الاسنان راح تبرز اكثر لقدام؟ اكيد راح يصير بروز اكثر لقدام. زين البيشنت مالتنا اصلا شو عنده؟ بروتروتد تيث، ومن نقدم هاي الاسنان شو اتوقع؟ اتوقع راح يزداد كميه البروتروجن، صح لا لا؟ اطبقنا فكروا وياي، من اني اصفط الاسنان متخربطه عندي كراودينج ونفس الوقت عندي بروتروجن او بروكلينيشن اسنان متقدمه، فمن اعدل راح تتصفط الأسنان راح تتقدم لقدام أكثر، راح يصير عندي problem آخر، تمام؟ هذا problem البيشنت ما يكتشفه إلا ورا ما يتصفط الأسنان. الحل مع علاجنا خلينا نقول هو extraction، راح نحتاج إنه نسوي extraction first premolar permanent premolar upper four from both sides upper and lower right and left، يعني 4 unit extraction. لكن مو بكيف البيشنت انه انا اجي اعدل الكراودينج، اني اسوي الاكستراكشن واوفر السبيس ارجع الكناين وارجع اللاترال يلا اعدل الكراودينج اللي صار بالانتيرير سيجمنت. تفهمون شلون؟ يعني هو البريوريتيز مال البيشنت انه يعدل الكراودينج، لكن انا سويت اكستراكشن، قضيت على البروكلينيشن، رجعت الاسنان، يلا عدلت الكراودينج. اذا انطيت الاولويه للتريتمنت لانه الكيس فعلا تحتاج هاي الوضعيه. تشوفون صار عندي اكستراكشن بالصور الاربعه الجوا، اكستراكشن 4 يونت اكستراكشن فروم تو ابار
and lower شوف ال occlusal view واضحة وصار alignment ال arch صار wide كتشوفون كان هنا على شكل V هنا تحول إلى U shape واضح واسع صار alignment of teeth وانحلت عندي المشكلة مع ال interaction اللي صار بين حضرتي وبين ال patient يعني هذا ال interaction لازم أوضح لل patient حضراتكم انتبهوا لي على هاي النقطة أوضح لل patient إنه أني راح أعالج ال crowding مالتك لكن مو بالبداية ليش؟ لأنه الكيس فرضت علي لكن لو عندي crowding وبذات هذا البروكينيشن ممكن أنه أعالج هو الارش منه بيتعدل بدون ما يصير عندي مشكلة هذاك الوقت ممكن ننطي أولوية للكلام البيشنت لكن من يكون عندي بعض الافتراضات وبعض الحقائق اللي تتعارض ويا أولويات البيشنت لازم أكون honest from the beginning إنه أشرح للبيشنت الشيء الصحيح من البداية لأنه ممكن أثناء مرحلة العلاج خاصة بالمراحل الأولية وتعرفون إنه العلاج التقويمي هو علاج طويل جدا يراد له صبر ممكن البيشنت يمل يشوف إنه ماكو results يعني يرجع يقول إيش أنا ما أحس أكو فد تغيير بحال الأسناني لأنه هو يفكر بالcrowding حقه هو يفكر بالcrowding وأنت قاعد تفكر إنه تمنع البروكلينيشن تمنع البروتروجن فهمتني شو فإذا لازم ننطي يكون honest with the patient من البداية عن طريق ال interaction for the priorities of orthodontic problem list ال space requirement أحتاج لعدة شغلات اللي هي النقطة رقم 3 تذكرون لو ترجعون على السلايد القبلة ثالث نقطة هو ال planning for space requirement ال space requirement أدى هواية شغلات ممكن نحتاجها لو نرجع على السلايد الورا هذا ال priorities بعقول انتبهون راح نشوفون شنو هي الشغلات اللي ممكن نحتاجها for space requirement planning for space requirement انتبهوا لأني retraction of protruded teeth هاي أول نقطة يعني نريد الأسنان المتقدمة نرجعها النقطة رقم 2 correction of crowding انتبهوا لي تمام هسه راح أربط لكم إياه ويا الكيس اللي أنا شرحت لكم إياه قبل شوية هسه أني أول شيء إنه أحتاج السبيس إنه أخلق سبيس هذا السبيس أرجع به الأسنان المتقدمة رقم 1 رقم 2 أعالج به الأسنان بها خربطة crowding alignment of rotated teeth انتبهوا لي بالrotated teeth الالايمنت من عدل وتحتاج سبيس ريكوايرمنت انتبهوا لهاي النقطه انه من اعالج الروتيتد تيث بالانتيرير سيجمنت راح يختلف عما اعالجها بالبوستيرير سيجمنت بالانتيرير سيجمنت راح عندي روتيتد تيث السنسايزرات خلينا نقول صار بيها روتيشن تريد تعدلها التعديل شلون راح يصير انه انت تحتاج توفر سبيس اكثر تمام عم تعدل لانه عرض الاسنان ميجيو ديستال بالانتيرير تيث اكثر من الليبيولينجوال فالاسنان مفتره من اجي اعدلها راح احتاج الى سبيس على مود تنفرش هاي الاسنان لكن بالبوستيرير تيث بالعكس انت من تعدل الاسنان حيوفر لك سبيس تشوفون سبيس شلون صار عندكم تغيير بالسبيس ريكويرمنت في حاله الروتيشن النقطه اللي وراها كوركشن اوف مولر ريليشن عم تعدل المولر ريليشن والنقطة الأخيرة هو الأنكوريج أريد أربط لكم الكيس اللي قبل شوية صور الكيس اللي شرحنا لكم إياها ويا الأنكوريج ويا السبيس ريكويرمنت بعض من تقلعون سن بريمولر الفراغ اللي حيتوفر لكم إياها ممكن يكون at least by 6 ملي ممكن يكون at more than not more than 7.5 ملي يعني بين 6 ملي مات و 7.5 ملي حسب حجم البريمولر انت قلعته او حجم حسب يعني حسب حجم السن الموجود بالدينتال ارش صح لو لا 6 ملي مات او 7 ملي مات بالدينتال ارش هاي طريقة استغلالك للسبيس يتوقف على الكونديشن مالتك يعني انت لو تنتبهون أطبعنا انتبهوا بالبلانينج بال سبيس ريكويرمنت النقطة رقم 1 ريتراكشن اوف بروتودد تيث كوركشن اوف كراودينج تيث إذا أنت عندك اكستراكشن سويت اكستراكشن بريمولر وتريد ترجع أسنان كمية الترجيع تحتاجها مثلا ايش قد 3 ملي ترجع الأسنان أنت قلعت سن كمية الفراغ اللي وفر لك إياها 6 ملي وترجع 3 ملي
إذن يعني كمية مو كلها تحتاجه. تنتبهون شلون؟ يعني انتو قلعتوا السن أسنان بالدينتال آرت وفركم سبيس ما يقارب 6 ملي مثلا أو 7 ملي. كمية الأسنان اللي تريد ترجعها بالخطوة رقم 1 بالبروترودد تيف هي ايش قد؟ 3 ملي. 3 ملي من 6 ملي انت بالسيفتي سايد. الأنكورج ما يحتاج تقوي كلش عالي. الأنكورج هي راح تمنع لك من رجوع الأسنان المتبقية، تمام؟ هذا الأنكورج راح يمنع لك إنه يعني تقيد الأسنان المتبقية على ما ترجع الأسنان اللي أنت هي تتوقعها بروترودد. فبالأنكورج ما يحتاج نكون نقوي الأنكورج، خلي شوية أسنان متبقية تطلع لي قدام تسد الفراغ. ليش؟ لأنه أنت تحتاج 3 ملي وأنت عندك 6 ملي، إذا بقية الأسنان خلي تطلع لي قدام على ما شنو تسد هاي 6 ملي. صارت واضحة؟ لكن تبولي بالقيس قبل شوية شوفناكم إياها بالصور موجودة بالسلايد رقم 3، إنه الكيس مو بس بروترودد نفس الوقت كراودينج، يعني هم كراودينج هم الكراودينج يحتاج سبيس، والبروتروجن على من رجع الأسنان بروترودد هم يحتاج سبيس. يعني احتمال 6 مليم أصلا تكون بالقوة تكفي على ما تحل المشكلة مالتك. لذا إذا يصير عندك يعني الكيس الكراودينج والبروتروجن بنفس الوقت الكيس اللي تريد تعالجه لازم تقوي الأنكورج إلى درجة إنه الأسنان المتبقية ما تطلع لي قدام من ترجع الأسنان وتصلح الكراودينج مال بقية الأسنان. فهمتوا لي شلون؟ يعني الكيس القبل لو ترجعون للسلايد القبل توضح لكم إياها، انتبهوا لي كل زين، راح تشوفون إنه من قلعة البريمولر كليا استغليت الفراغ، هم صلحت الكراودينج وهمين رجعت الأسنان، ما خليت أي سن posterior to the extraction site يطلع لي قدام. تبوي لهذا احتاج هذا space requirement. راح ندخل تفاصيل space requirement أكثر في موضوع واحدة خاص ضمن space analysis، تمام؟ نشرح لكم إياها وإن شاء الله راح تكون واضحة من نشرح لكم space analysis، تمام؟ هسه صارت واضحة هي شنو هي entitling of entitling of the treatment planning. ولما نحضر هاي النقاط يعني خلينا الخطوط الرئيسية ببالنا، رسمنا الرود ماب مالتنا، سوينا problem list ورتبنا الأمور ونطينا الأولوية وصار interaction ويا البيشنت وحكينا وياه فهمناه وخلينا النقطة ببالنا إنه هذا space شلون هحتاجه، زايد ناقص أحتاج زايدة أحافظ عليه، كل الطرق وصلناها. راح نوصل الى الخطوه اللي وراها. الخطوه اللي وراها هي السلايد اللي وراه، انتبهوا لي، التريتمنت بوسيبيليتيز اند تشويس اوف التريتمنت او بيكانو ثيرابي. بعد انا ارجع واقول اطبعنا لا تكونون افكاركم ديكتاتوريه، خلي تصير افكاركم ديمقراطيه. مو كل بيشنت يجيكم يشتكي من طبيب ثاني معناه البروبلم بالطبيب الثاني. خلوا دائما ببالكم انه انتم قاعد تسمعون كلام من طرف واحد، اتوقع انه ممكن يكون البيشنت نوت اونست، او خلينا نقول مو نوت اونست، خلينا ما نكبر للموضوع ونسوي فد مره قليل الاخلاق، لا خلينا نعتبرها طبعا مش تقليكم جدا مكانكم خالي واني قاعد احكي وقاعد اصرح وانتم مو موجودين قدامي، بس مو مشكله ان شاء الله تعوض الايام الجايه. بالتريتمنت بوسيبيليتيز خلي افكر انه البيشنت انه ما مفتهم الوضع طريقة صحيحة. ليش؟ لانه اكو هذا المصطلح اللي هو كلش مهم اللي هو تريتمنت بوسيبيليتيز، يعني كل كيس مال اوكلوجن ممكن تعالج بعدة طرق، يعني مو طريقة واحدة. يعني الطريقة اللي انت راح تعالج حضرتك بها للبيشنت اتوقع انه اكو alternatives، اكو alternatives for the case، علاج اخر طريقة اخرى لازم نعالج بيها. الالترناتيف مال الكيس مالتنا التريتمنت بوسيبيليتيز مالتنا كل واحد عنده رأيه لازم ما نتداخل بيه، لكن احنا لازم نوضح للبيشنت انه كل كيس تعالج بعدة طرق للعلاج، نوضح كل كيس الادفانتج والديس ادفانتج، الريسك البنفيتس، تمام؟
النتائج نوصلها بهاي الطريقة، بس المهم هي النتيجة النهائية. القرار بالتريتمنت عدة فاكتورات راح اشرح لكم اياها هي تأثر على هذا الموضوع، يعني مو فاكتور واحد، عدة فاكتورات، ممكن يكون فاكتورات مو قليلة، فاكتورات هواية. واختياركم للنقطة رقم 2 choice of mechanotherapy، الميكانوثيرابي يعني نوعية الابلاينس ايضا تتأثر بمجموعة من العوامل اللي تحكم بالكيس مالتك. راح ننتبه شنو هي الفاكتورز اللي افكتنج على التشويس مع الميكانوثيرابي او التريتمنت بلان المضبوط لهاي الكيس. راح ننتبه الى نقطة رقم 1 دبول، شي يقول the type of tooth movement required. شنو هو type of tooth movement required؟ يعني يجي لك الكيس، اشوف الكيس شنو عندي، اشرح لكم اياه دائما بهالطريقة. التايب اوف توث موفمنت ريكوايرد راح يحدد لي نوعية الابلاينس اللي ممكن استعملها. يعني شنو نوعية الابلاينس؟ يعني حستخدم فيكس ابلاينس، ريموفبل ابلاينس، ويا نوع فيكس ابلاينس، تمام؟ توث يعني تايب ما توث موفمنت هو تحديد اكثر شيء للريموفبل او فيكس ابلاينس. احنا نعرف الريموفبل ابلاينس مقيد، ما يوفر لي كل type of tooth movement، لكن الفيكس appliance يوفر لي كل أنواع التوث movement. مو معناها كل patient يجيني أخليه تحت check list مال الفيكس appliance. ليش؟ لأنه أي movement أحتاجه بالفيكس appliance أقدر أحصلها، ما عندي مشكلة، لكن بالremovable appliance لا. فأني ليش؟ لا ليش؟ لأنه أكو factor آخر رح يدخل بالموضوع اللي هو factor financial أو الكوست، المبلغ، تمام؟ هذا يأثر على البيشنت، تمام؟ ولازم إحنا نكون صادقين، يعني يجيكم كيس very simple يحتاج لفي simple movement أقدر أوفره بالremovable appliance، يعني مو معناه أجي أكذب عليه على مدى أحصل على كم فلس زيادة أدخلها بجيبي وأسوي له fix appliance وعرضه للfix appliance. لا طبعاً، أكيد أسوي له removable appliance وينحل الموضوع، ينتهي الموضوع، يكون أفضل للبيشنت. التايب ما توث موفمنت انتبهوا، اذا يكون عندي بروكلاين تيث يختلف عما اذا عندي بروترودد تيث. ليش؟ من اقول لكم بروكلاين تيث يعني اسنان متقدمه لي قدام، صح لو لا؟ الاسنان يعني فقط السم متقدم، الانكلينيشن ما توث، ميلان التوث هو اللي صار متغير، يعني لا بون متغير، لا الفيولر بون ولا بيسلر بون، العظام باقية بمكانها، يعني معناها أحتاج فت قوة كلش بسيطة على مود هذا السن المتقدم أرجعه، صح؟ هذا الشيء يحتاج tipping movement. التيبينج movement أوفرها بال، أكيد تعرفوها، بالرموفبل أبلاينس. إذن حددت نوع التريتمنت عن طريق معرفة التوث movement. لكن انتبهوا، إذا عندي protruded teeth، أسنان متقدمة، مو بس الأسنان، الأسنان surrounding alveolar bone، ممكن البيسلر بون، العظم كله متقدم لي قدام، هل ينفع simple force أنه أرجع هذا السن؟ أكيد ما توافقون الرأي وتقولوا لي لا، أحتاج إلى heavy force على متأرجع السن والعظم اللي صاير بي protrusion لي قدام، معناه أحتاج إلى bodily movement، يعني يتحرك السن كله يرجع لي ورا. bodily movement ما ممكن أحصله بالremovable appliance، أحتاجه عن طريق الفيكس appliance. صارت واضحة؟ على هاي أول فاكتور. الفاكتور رقم 2 انتبهوا لي، patient expectation. انتبهوا هاي النقطة، راح تشوفون أشكال وأنواع من البيشنت. يجي لك بيشنت simple mal occlusion لكن نقناقي بشكل أتوقع من عنده فت high expectation expecting فت ideal finishes، يعني مثلا يتفستق على رأسك يقول لك هذا lateral شوية قصير لازم يطول، والكنان شوية طويل ومدبب صعد لي، وشوية هذا البريمولر شوية مفتر، هو يعني بالاسم مفتر بس هو يعتبر ليافة شي، يدور على ideal results ما ممكن تحصلها بالremovable appliance، خلوها ببالكم. إذن
هذا البيشنت الكلش نقناقي، لازم اسوي له فيك سبلايز، اوفر له كل المتطلبات اللي يحتاج بالتريتمنت مالتنا. طبعا يعني لازم اخلي ببالي انه يعني البيشنت اكسبكتيشن لازم يكون ضمن موافقات الكلينيكال، يعني مو معناها انه يعني يتحكم بيك ويصير هو الليدر مالتك، تنطي حدود معينة ضمن الأولويات وضمن العلاج المسموح به، أكثر من هذا غير مقبول به. نقطة رقم 3 growth factor. يا ويلي من growth factor. growth factor يعني يسموها bone as well as pain. bone يعني نعمة وبين يعني نحلة، يعني هي هم نعمة وهم نحلة. نعمة لأنه طبعا ليش نحلة، يعني نحلة عن دلدغ يعني يسوي لك مشكلة. نعمة لأنه إذا أنت تعالج في مرحلة الجروث تحصل أحلى الريزولت على more stable result، لكن أنت عوف البيشنت ورا الجروث تشوف أنه يرجع unfavorable growth pattern مالته مثل السابق ويصير عندك relapse عالي. هذا الشيء واضح في حالات الكلاس 3 مال اوكلوجن، لانه احنا بهاي المرحله من العلاج راح نحكي لكم عن البيشنتيه اللي هي ما التشيلدرن الصغار في مرحله السمول ايجز اللي تحتاج الى عنايات وقائيه اكثر من عنايات علاجيه. تمام، اذا تعالج الشخص بالجروث فاكتور عنده كلاس 3 وخاصه بروبلم بالماكسيلا لازم تعالجه بالمراحل كلش متقدمه من العمر، يعني عمره 6 سنين لازم تتعالجه قبل ما يوصل مرحله العشر سنين، ما تفيد ورا 10 سنين بعد ما نقدر تعالجه. هذه المرحله اما تعالجها عالجها بالست سنين تشوف بالتسع سنين راح يرجع، طبعا ما يرجع لمرحله هذا اكيد هي اقل، بس انا ارجع اقول لكم انه يرجع بمرحله معينه. انتبهوا لي كلش مهم، growth factor نعمة ونقمة في نفس الوقت، فلازم ننتبه عليها نعالج ونعالجها، ويحتاج على long retention period على مود يكون under the control of successful treatment planning. تمام، نقطة وراها ال patient oral hygiene. أها هاي الكارثة العظمى، patient يجي لك bad oral hygiene مو تبلش ويا رأسا treatment. أرجوكم عالجوا oral hygiene، سيطر على الأورال هايجين، اختبروا البيشنت شوفوا يقدر يسوي كنترول على الأورال هايجين قبل ما تبلش. يعني الكيس إذا كان يحتاج لفيكس أبلاينس وهو باد أورال هايجين وما يقدر يسيطر على الأورال هايجين مالته وما يتبع التعليمات مالتك، هاي معناها الله كتبها عليك بالفشل. ليش؟ لأنه الأورال هايجين بالفيكس أبلاينس يحتاج لكنترول عالي. الريموفبل ابلاينس مين ينشال ابلاينس، ينغسل الاسنان، ينغسل الجهاز، يصير الكنترول اسهل مما فيكس ابلاينس. فاذا الاورال هايجين نقطه كلش تاثر على هذا الموضوع. بنتبه لنقطه رقم 5 الكوست. يا عيني على الكوست، رجاء خلوا ضمائرنا تشتغل وخلوا الله بين عيوننا اطبائنا الاعزاء، اعرفكم طيبين وحبابين، بس مرات اشرح لكم اياها شلون تصير الحال حاله. الانسان من يبدي يشتغل ويجي الفلوس بيده يشوف انه لا يعني يقدر يحصل الفلوس بطريقه اسهل، والشغل مالته صار روتين فيمشي على هذا الروتين، خليه يمشي على شكو بيها، يعني وما بيها مضره، انا وياكم ما بيها مضره، لكن الضمير هم يلعب دور بالموضوع. اطبعنا كلكم حبابين وكلكم طيب، انا متاكده. خلوا هذا الموضوع كلش مهم، الكوست كلش مهم، خلوها ببالكم. الفيكس ابلاينس اكثر كوست من الريموفبل ابلاينس، بالابلاينس مال فيكس اكو عده سيستمات، اكو سيستمات حديثه، هاي السيستمات الحديثه تكون وضعيتها اكثر خلوها ببالكم كلش هوايه تكون فيري كوستي. مو معناها البيشنت اقدر احله بسيستم البسيط مال فيكس ابلاينس، يا بشنو اخذ لي فلس زايد اوصلها 5 ملايين اخذ لي سيستم حديث، لا رجاءا رجاءا. كل كيس حسب المقتضيات الشغل مالته العلميه،
دائما فكروا انه انتو خدمة انسانية، خدمة طبية هي خدمة انسانية، خلوا الله بين عيونكم. انا متأكدة هخليها، بس انا اعرف انجراف الفكر شلون يكون، لانه شفت وعاشرت ناس هن طيبين حبابين، لكن يفكرون انه شغلهم صار شيء روتيني يعني، وانه هذا الشغل معتهم هو شيء طبيعي ما بمضرة. صحيح بالأورثو ما بمضرة، لكن اوفر بطريقة يكون خدمة لصالح العام. طبعا الكوست مال كونسيدريشن، احنا ببلداننا يعني مثلا جيل كيس تحتاج فيكس ابلاينس والبيشنت ما يقدر يدفعها ولا التامين يقدر يدفعها، خلينا نقول هاي برا يعني. الحل انه لازم تسوي ريموفبل ابلاينس شيء موقعي، تمام. لكن 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 انتبهوا، لكن هنا متوفر بالعراق خدمه احسن من البقيه، انه اكو شيء اسمه العلاج المجاني. صح، العلاج المجاني اللي هو متوفر بالمراكز التخصصية، ممكن أوجه البيشنت وين يروح؟ للمراكز التخصصية. المراكز التخصصية اللي يروح لها البيشنت ماكو داعي، مو ضروري إنه هو يروح إلى عيادة خاصة، يوفروا نفس العلاج بالمراكز التخصصية، وبذلك قدرنا نسيطر على هذا الوضع. النقطة السادسة skills of clinician، يعني خبرة الطبيب. تبولي يعني بس دكتور الفلاني أحسن واحد بهذا المجال، بس الدكتور الفستياني أحسن واحد بهذا المجال، لا، ترى الخبرة تأتي من التعامل، خلوها ببالكم، وتأتي بالمصداقية. Must be honest and truthful with your patient. Truthful to the patient before the treatment is better than being sorry with him or her after the treatment. بتكون مصداقيتك عالية ويا البيشنت، ممكن تحصل انه انت النمبر 1 بالعلاج مع الكيسات، حتى لو انت خبرتك قليلة او امكانياتك ضعيفة. اطبائنا الاعزاء حتتخرجون ومتأكدة رح تصيرون احسن اطباء، بس ارجوكم تنتبهون على هالموضوع. من تكون صادقين ويا البيشنت مالتكم، تحجون الديس ادفانتج اكثر من الادفانتج، من اي شيء باي موضوع تحجوا ويا البيشنت العلاج مالتكم، راح تحصلون على الريزلت امن واحسن. لا تتوقعون يعني بيشنت يجيكم ممكن يحتاج لاكستراكشن، اوضح له اياه ما اسد الموضوع، مو على متاكسب البيشنت. تعرفون اكو بيشنت بنسمع انه هذا الطبيب ما يسوي اكستراكشن، يروح له اقول له هذا الطبيب قال لي اياه بدون اكستراكشن، انت ليش تقولوا لي اكستراكشن؟ اروح على هذا الطبيب، هذا الطبيب كسب البيشنت. لكن هذا الطبيب راح يفشل من حيكون ان الاكستراكشن بعدين وما سواها واحتاج بنهايه العلاج وما سواه، راح يصير عنده ريزلت باد ريزلت. تفهمون شلون الكلينيكال والانتراكشن، اضافه انه النولجينج مهم للبيشنت. يعني الطبيب لازم يكون update knowledge مالته على ما يقدر يسوي control على ما يتعامل ويا البيشنت مالته. رجاء كلش نقطة مهمة انه الخبرة تأتي من المصداقية بالتعامل ويا البيشنت. النقطة الأخيرة بالفاكتورات مالتنا هي discussion. شوفوا النقطة السابعة شلون كاتبت لكم اياها، discussion وراها كاتبت لكم في المصطلح بالبوند العريض الشكل عم تدخل بالعين، اسمها informed consent. informed consent اللي هو عبارة عن الـ approval أو الموافقة القانونية. يا دخلنا قانون بالموضوع، صارت إن شاء الله خطرة. يا بطمئنوا احنا بالعراق ماكو هذا informed consent المسكين، لو كان اكو ما خلصنا مو من الشرطة، ما خلصنا من الطرايب ومن قعدات العشاية، والطبيب كل يوم يكتلوه يبسطوه ياخذون منه فلوس. اشرح لكم اياها شنو هو هذا الديسكشن. اطبائنا الاعزاء كلش مهم، انت سويت الدايجنوسيس وسمعت البيشنت مو خلص دوره، لا انتبهوا، لازم يصير انتر اكشن بينك وبين البيشنت وبين البيشنت بيرنتس العائله مالتهم. لازم تشرح له توضح له انه العلاج مالتك انه شنو هو العلاج مالتك، لازم توضحه، لازم توضحه شنو هو هذا البيشنت مالتك، شلون راح تعالج الكيس مالته، يسوي فانتر اكشن
Because the treatment planning is for the patient, not to the patient. انتبهوا هذا المصطلح كلش مهم ودائما أنا أركز عليه. إنه عملية التريتمنت بلانينج فور، كلمة فور F-O-R أهم من كلمة تو T-O بالنسبة للتريتمنت بلانينج تو ذا بيشنت. يعني أنت تسوي التريتمنت فور ذا بيشنت، يعني أكو هنا فد نوع من الرحمة، فد نوع من الـ من الـ من الحنية بالتعامل مع البيشنت مالتك، إنه أنت قد فكر الصالح البيشنت. To the patient عبالك أنه صار أمر أنه تعالج هذا البيشنت للبيشنت، لا لا مو غصبا عنه إنما على موده. فالإنتراكشن كلش مهم، لأنه بالإنتراكشن إذا البيشنت خلوها ببالكم، إذا البيشنت ما انطاك سبورت للتريتمنت بلان راح يؤثر على الكومبليانس مال البيشنت، على الكوبريشن مال البيشنت، وبالتالي راح يؤثر على السكسس مال التريتمنت بلان مالتك. هذا الكلام وهاي النقاط وهذا التريتمنت والميكانوثيرابي والتريتمنت بلانينج كلها راح تتوضح وين؟ بالانفورم كونسنت. يعني معناها شوفوا فد عباره عن ورقه مكتوبه انفورم كونسنت، القبول القانوني فور اورثودونتيك بيشنت، يوضح بها مجموعه شغلات. هاي الشغلات اللي يوضح بها حيوضح بها المال اوكلوجن مال بيشنت، راح يوضح التريتمنت بلانينج مالته، وشو ما قلت لكم إذا أكو alternatives يعني إذا أكو خلول بديلة للعلاج لازم نوضح له التعاون الـ duration الـ cost، هاي كلها تتوضح الـ benefit الـ advantage الـ disadvantage، هاي كلها تتوضح كتابيا على ورقة وينطي copy للـ patient. أكو فد مصطلح بالـ informed consent اعتمدوا، أو خلينا نقول فد قانون، يعني هذا القانون اعتمدوا عليه قانون، هو نقدر نقول انجليزي، يسموه كليك كومبيتنس، يعني فد نوع من القانون، هو انجليزي يقول لك هو يعني medical law to decide whether a child is able to consent to their own medical treatment without need for parental permission. دابولي كلش مهمة هاي، إنه a child is able to consent to their own parental permission or the knowledge. هذا القانون نحكي إذا كان إحنا قاعد نتعامل ويا child، يعني بالأورثو patient جالك واحد عمره 20 سنة، تمام، أو خلي نقول عمره 30 سنة 40 سنة، أنت ما يحتاج يعني هذا القانون نطبق عليه. هذاك تنطي الانفورم كونسنت، يقرأ يفتهمه، صار تواصل بينكم وبين البيشنت، اقتنعتوا، يوقع، ختم، صار انتهى الموضوع. لكن بالكليك كومبيتنس لا، الاشخاص التشيلدرن الاطفال الصغار، هذول الاطفال الصغار الصغار كلش اكيد البيرنتس راح يدخلون بالموضوع، لكن وصلوا مرحله المراهقه اللي هي فوق ال 12 سنة، تشوف يتوقف شخصية الطفل. إذا كان شخصيته قوية ويحكي على أسس علمية صحيحة أنت تحكم بها، خلاص ينطيه الأبروفل. لكن إذا لا، هذا الشخص يتوقف إلى عمر 16 سنة فما دون. إذا 16 سنة فما دون، الشخص إذا child وقع على التريتمنت بلان، ما يقدر البرنتس يتدخل بالموضوع. أعيد لكم إياها، إذا الparent ما يعني إذا child وقع بالموضوع، تمام، الparent ما يدخل أبدا، ما يدخل بالموضوع، تمام. يعني orthodontic إذا عندك younger children provided that if a competent child consent to treatment a parent cannot override this discussion، أبداً ما يقدر يدخل بالموضوع. صح يصير المناقشة، إحنا نحكي على الانفورم كونسنت، على المرحلة القانونية، التوقيع اللي يوقع عليه، من يوقع عليه؟ يوقع عليه الشخص المريض اللي هو راح يوقع، راح يسوي له العلاج، يوقع عليه. الأعمار كلش صغار هيك، بس 16 سنة فما دون، يعني 16 في مرحلة المراهقة ل 12 سنة، راح لازم نقرر إذا هو البيشنت شوفه مؤهل
إذا شفتوا غير مؤهل لازم الأهل يدخلون. مرات يصير عندنا مشكلة، طبعا هاي المشكلة ما موجودة إحنا بالعراق قلت لكم، لكن برا بها مشكلة. إذا converse occur بين the parents want a treatment and the child did not or does not require this treatment, then the best resolution for high condition إنه أنت ما تسوي العلاج، توقفه. لازم تخلي الأهل والطفل يتفقون. برا أكو مصلح اجتماعي هو رح يدخل بالموضوع، هو قانونياً يدخل بالموضوع ويحل المشكلة، لكن أنا بالعراق ما كنش كشي. الحل البسيط تقولهم ترجعون البيت تناقشون الموضوع بيناتكم، توصلون إلى الرأي مع العلاقة، وبعدين تجون وتوقعون على informed consent وبعدين نحل المشكلة. تحتوي على النقاط الآتية، طبعا حنعطيكم نموذج مال انفورم كونسنت موجود هنا نستخدمه بالعراق بطلبة الدراسات العليا بجامعة بغداد، هسه حوضح لكم اياها. بس قبلها لازم اشرح لكم شنو هي النقاط اللي تشمل على الانفورم كونسنت مالتنا. انتبهوا، الايمز اوف ذا تريتمنت، لازم اشرح الايمز بالتريتمنت، طبعا مال كل واحد مال كل بيشنت الايم يختلف عن الثاني. يشرح وياه الريسك والبنفيت، يعني التريتمنت اللي انا اختاريته لازم اشرح له الادفانتج والديس ادفانتج مالته والريسك والبنفيت اللي حصل عليها. التايب الابلاينس اللي حستخدمه ريموفبل فيكس واذا فيكس يا نوع او ريموفبل يا نوع او فانكشنال ابلاينس. ديتيلز اوف اني تيث تو بي اكستراكتد او اكسبكتد تو بي اكستراكتد، انت بولي هاي النقطه. اكتب تفاصيل الأسنان راح تنقلع بالعلاج مالتنا إذا أنتم متأكدين بنسبة 100%. راح أقرأ البريمولر، أكتب إنه راح يتم قلع البريمولر لعلاج هذا الكيس، والبيش يتوقع عليه بموافقته، مو بعدين يجي يقول لي ليش قلعتي، صح؟ أو مرات تجيكم كيسات تتوقع ممكن يحتاج الأكستراكشن، حتى لو بنسبة، خلوه الحكي بيناتنا، حتى لو بنسبة 20% هم أوقع له وأشرح له قبل العلاج، أقول له يا بتر أكو احتمالية قلق ما نقدر نتأكد إلا أن ورا ما نصفط الأسنان بالمرحلة الأولية من العلاج. يوقع إنه احتمالية قلق، لأنه إذا احتاجت إلى extraction وهو ما قايله وما موقع عليها احتمال ما يقبل على extraction، وبالتالي رح يصير عندك فشل بالتريتمنت بلان مالتك. تمام؟ then details تابوني هاي نقطة of any teeth to be extracted or expected to the extraction. تمام. النقطة اللي وراها commitment requirement، يعني المواعيد، يا عيني المواعيد، التزام بالمواعيد، التزام من ناحية الطبيب، التزام بالمواعيد من ناحية المريض. إذا ما التزم تدخلون شروط جزائية، يعني تقول إذا ما التزم مرتين يعاقب إنه ما يتعالج ثالث مرة وهكذا، يعني ممكن تدخلون شروط جزئية على يخليه يلتزم بالموضوع. Likely duration of the treatment، هنا يا حبايبي يا أطبائنا الأعزاء صيروا شوية كذابين، كذبة بيضة ما تأثر، ماكو مشكلة، دائما انطوا زيادة بالوقت، لأنه من تنطوا زيادة بالوقت رح يفرح البيشنت إذا خلص العلاج مالته قبل الوقت. تمام؟ لكن إذا تنطي نقصان بالوقت والعلاج طول أكثر، البيشنت راح يمل وراح يأثر على العلاج مالتك. تمام؟ financial implication، هاي مسألة الدفع وطريقة الدفع مالتك توضحها للبيشنت شو لازم يكون، ناس يريدوها قص أقساط، ناس يريدوها من البداية، ناس يريدوها كل زيارة وهكذا، يعني هاي تتوضح ولازم يندفع، وإذا ما اندفع أكو شروط تعجيزية من، أو إنه مثلا ممكن أكو ناس تقول إذا صار فشل بالعلاج وسبب الفشل هو الطبيب لازم يرجع هل قد مبلغ من الفلوس أو جميع الفلوس، هاي كلها لازم تنذكر بالinformed consent. long term retention required، أعزائي هاي النقطة كلش مهمة لازم تنذكر بالinformed consent، إنه عيني أعزائنا المرضى ترى العلاج مو بس treatment، أكو فتشي ورا التريتمنت اللي هو retention period، فترة الثبوتية، هاي أهم فترة لأنه أكثر الريلابس تصير خلال هاي الفترة إذا ما واحد التزم بالريتينشن بريد، هاي لازم واحد يذكرها. إضافة لازم ينذكر إنه لازم بيشت يحافظ على الأورال هايجين مالته، لازم ينذكر البنفيتس، يلتزم التعليمات، الأبروبريت دايت، الريجولار أتندنس، specific requirements مثلا elastic wearing أو whatever extra oral component wearing whatever، هلازم كل patient ينذكر ولازم يكون دقيق.
شوفوا السلايد اللي وراه راح تشوفون هاي كلية طب الأسنان جامعة بغداد، قسم الدراسات العليا فرع تقويم الأسنان الطابق الرابع، مسوين هذا النموذج الخطي. طبعا شوي يختلف الموضوع مالتهم، إنه علاج راح يتم في مكان حكومي تعليمي، يعني يوضح بي إنه هذا العلاج إنه مو بس إنه أكو في شيء اسمه درس وقت محدد من الدرس، يعني بالعطلة ما يقدرون يشتغلون، مو طبيب يمل المراجع يمل يقول ها والله ما موجودين، لا هذا شيء طبيعي يعني. فكل النقاط ممكن انت حضراتكم تسوون انفورم كونسنت خاص بيكم بالشيء اللي تريدوه بشكل يتناسب بيه مصلحة البيشنت، توضحون بيه خطط العلاج تأثيرات الجانبية وغير شغلات، ويوقع تشوفون اسم الطبيب واسم المريض او المعيل القانوني اذا كان هو اصغر من 16 سنة حسب الكليك كومبيتنس. هاي النقطة الأخيرة ضمن التريتمنت بلانينج اللي توضحت بيها، صارت واضحة؟ أكيد واضحة. وإذا أكو أي سؤال تقدرون تكتبون بالكومنتات وأنا أقدر أجاوبكم إياه بطريقة توضيحية أكثر، وإن شاء الله تقدرون تستفادوا من هالموضوع. انتبهوا، ولما خلصنا هاي الطريقة راح ننتبه للأورثودونتيك تريتمنت بلانينج. أورثودونتيك تريتمنت بلانينج فيسز، كم فيس عندنا؟ شنو هو العلاجات؟ أنا شرحت لكم إياها الآن، ممكن هسه راح أشرحها بطريقة أسرع وأسهل. ننتبه، الأورثودونتيك تريتمنت بلانينج فيسز تمر بثلاث خطوات رئيسية، هي بالأحرى أربعة إحنا قلناها الآن، ثلاث خطوات رئيسية وبالتسلسل. يعني إذا فعلاً عندنا وعي صحي ونعالج أطفال من هم صغار، يملش بالتريتمنت بلان بأول خطوة نتبولي، أول نقطة البريفنتيف أورثودونتكس، يعني علاج البريفنشن، يدخل البريفنشن ويا الأورثودونتكس. الخطوة رقم 2 راح يكون الانترسبتيف أورثودونتك، والنقطة رقم 3 هو الكوركتيف اللي هو أغلبيته راح نحكي عليه بالمحاضرات القادمة، الكوركتيف اللي هو التريتمنت، يعني الفيكس ابلاينس ريموفبل ابلاينس، يعني من يبدي نستخدم الابلاينس بالفعل هاي يسموها الكوركتيف اورثودونتيك ابلاينسز. تمام، الميكانوثيرابي يعني اي بيشنت سوينا له ريموفبل ابلاينس، سوينا له فيكس ابلاينس، سوينا له ماي فانكشن ابلاينس، هذا يعتبر كوركتيف خلاص. يعني عندي مشكله وصايره ما متعالج وما مهتمين بي، هسه راح ابدي اعالج المشكله بهذا التريتمنت. والنقطه الرابعه هو السيرجيكال، هو ما مذكور هنا، بالسيرجيكال اورثودونتيك هاي من مراحل الادلتس اللي يحتاج الى شغلات كلش ثقيله، يحتاج الى تدخل السيرجري. راح نشرح بهاي المحاضرتي عن البريفنتيف والانترسبتيف والكوركتيف، راح تنشرح على شكل مجموعات مختلفة من المال اوكلوجن بالكراودينج والسبيسينج والاوبن باي والديب. اول واحد انتبهوا للسلايد اللي وراه، البريفنتيف اورثودونتيك تريتمنت، هاي النقطة كلش مهمة، هو فرق عن الانترسبتيف. شنو هو؟ اي شيء نورمال احافظ عليه، بالانترسبتيف عندي اب نورمال، لكن بالبريفنتيف نورمال وأحافظ عليه. Procedures undertaken to preserve the integrity of normally developing occlusion. انتبهوا، normally developing occlusion يعني أنا عندي normal، أحاول أحافظ البقاء على هذا النورمال على مود ليصير عندي مشاكل. صارت واضحة؟ يعني أنا مرات ترى بالأسئلة ممكن أجيب لكم شغلات أقول لكم هذا preventive لو interceptive، هاي نقطة مهمة ترى. هاي شلون راح اعرفها؟ اعرفها اذا كان الشغله راح اسويها لشيء نورمال، شيء نورمال يعني ما عندي فتشي مال اوكلوجن بس انا عندي نورمال كونديشن احافظ عليها بطريقه معينه، هاي معناها بريفنتيف اورثودونتيك تريتمنت. لكن اذا عندي اب نورمال ولازم احافظ عليها، هذاك الوقت راح يكون انترسبتيف اورثودونتيك تريتمنت. شو يشمل البريفنتيف اورثودونتيك تريتمنت؟ اول نقطه البيرنتس ادكيشن، يعني هذا الوعي الصحي احنا والميديكال تراي ايج يسموها ما متوفره بالقطر العراقي مع الاسف الشديد. لو احنا موفرين وعي صحي كامل للمجتمع يمكن نقلل من كميه المال اوكلوجن مالتنا. البيرنت ادكيشن تبلش بمرحله الحمل، يعني الام من تصير حامل لازم احنا نوجه الام نوعية الدايت اللي تاخذها، حتى انتوا اطباء اسنان مو بس طبيب تغذيه ممكن توضحون على تاثر على صحه اسنان اطفالهم. تمام، لازم هالشكل يسوون هالشكل يسوون،
ومن يولد الطفل لازم نوضح طريقة التغذية اللي لازم يستخدمها البيشنت، لأنه ممكن يتأثر ويا الهابتس، يعني النيبلز ممكن يكون artificial نيبلز، هاي كلها ممكن تأثر على الهابتس مع البيشنت. الأورال هايجين كونديشن، يعني عمره سنتين الطفل خلاص ما يخاف فرج أسنانه يوكلوا الحليب ويوموا رأسا، لا ما يصير. لازم الأمه يكون عندها دور بعملية تفريج الأسنان، لأنه إذا صار كاريز وراح البرايمري توث أثر على البرمننت، على السبيس الملائم على البرمننت، وبالتالي صار عندي مال أوكلوجين. هذا كله تعتبر بريفنتيف ميثود. تمام. نوعية الدايت، يعني الطفل عمره صار 3 سنين 4 سنين أعطي بس تنساتر حتى ما يفرج أسنانه يصير؟ لا ما ممكن. تمام. هاي نقطة مهمة. عاد وراها الخطوة الوراها الخطوة الشيدينج، انت بخرق وخطوة رقم 2 شيدينج اند ايرابشن بروسيس. لازم انتبه للبيشنت مالي انه عملية الايرابشن والشيدينج مالته يصير بشكل طبيعي. السنترال وقع طلع السنترال، السنترال اللاخ بلش يوقع اللاترال. السيكونس دائما ارجع اقول لكم، دائما اقول لكم دائما انه انا السيكونس اهم من التايمينج. مو أكو تأخير 4 أشهر 6 أشهر معناها خلاص معناها عندي مشكلة، لا. لكن البريودك فيزيت على مدى تابع عملية الشيدينج والإرابشن بشكل طبيعي كلش مهم للأطفال على مدى يحصلون على النورمال بريفنتيف أورثونتك تريتمنت. الخطوة وراها بريماتور لوس أوف ديسيديوس تيث. هاي الخطوات راح أشرح لكم إياها بالصور على ما تتوضح أكثر. Over 10 deciduous teeth، الخطوة الوراء ankylosis of deciduous teeth and supernumerary teeth and the oral habits. ننتبه السلايد الوراء ال premature loss of baby teeth. شوفون بالسلايد مخليت لكم صورتين، هاي صورة رقم 1 وصورة رقم 2. هذا هنا صاير هنا بهاي الصورة رقم 1 اللي بها هذا السهم، تشوفون واضحة مو صعبة. تشوفون هذا ايش عندي، هذا الدي وراء الاي وهذا 6، هذا منه 4 وهذا 5. تلاحظوا انتبهوا من انه راح عندي هذا صار عندي الاكستراكشن early loss of the الاي الاي السكند مولر برايمري مولر راح صار السكس من طلع صار بي تلتينج، تشوفون شو مائل باتجاه مكان الفايف. الفراغ المفروض أوفره على مود الفايف بيصير بي إرابشن ما موجود. النتيجة صارت واضحة، صارت بالصورة رقم 2 بعقولي صارت، انتبهتوا؟ وان سايد صار بي إمباكشن، الأذر سايد بي ديسبليسمنت كومبليتلي لينجوالي، طلع الفايف أوت أوف ذا دينتال آرش. شفتوا صارت النتيجة؟ صار عندي مشكلة. فعملية الpremature loss of primary teeth كلش مهم انه لازم احافظ عليها. باحد الطرق اللي ممكن استخدمها انه احافظ على الspace السلايد الوراء، احافظ على الspace اذا صار، يعني احنا ما يقدر نقول انه صار premature loss خلاص لازم خلاص عفو، لا لازم نحافظ عليه، نحافظ على الفراغ مال primary till the eruption of the permanent teeth. الطريقة هو space maintainer، العفو سلايد الوراء انتبهوا، نحتاج الى space maintainer. space maintainer انتبهوا، بالspace maintainer شو حشوف؟ راح اشوف انه اكو انواع مختلفة من space maintainer. اكو removable، شوفون صورة اكو removable واكو fixed، حتى لما موجودة بالمحاضرة ومطلوبة من عندكم بعد ما تقولوا لي ما قلت. كل واحد لازم اعرف يا كيس احتاج هذا السبيس مينتينر. الريموفبل سبيس مينتينر باعوا هاي الصوره واضحه، هذا السبيس مينتينر ريموفبل استخدمه عاده الكيسات اللي يكون عندي انتيرير برايمري تيث ميسينج، اللي يدورون على الاستيك. تمام، عمره كلش صغير، عمره 3 سنين والاي والبي كلها وقعت، خو معقوفه؟ لا أسوي له space maintainer عبارة عن removable denture، يلبس denture من هو صغير أحسن، بعد أحسن له. الفيكس space maintainer أكو أنواع مختلفة، كل نوع حسب الحالة. ترى تبهوا لي هاي 3 حالات مال space maintainer مال fixed type، كل واحدة حسب الحالة. تبهوا
الصورة رقم واحد هذه تشوفون هذا يسموها band band and loop. تشوفون هذا اللوب هنا، هذا اللوب، هذا band وهذا اللوب. الband and loop من يكون عندي يعني pontic area، مكان محصور between two teeth، واحد primary والآخر permanent، على مود أحافظ على هذا الفراغ أسوي له band and loop، يعني مكان محصور between two teeth أستخدم band and loop. إذا لا، إذا مكان مو محصور، يعني الفرض أن الإي وقع والسكس ما صار بي إرابشن، يعني عندي جهة سن وجهة ثانية فراغ كاملة، أستخدم النوع الثاني صورة رقم اثنين باعوها distal show اللي هو band للسن القبل الفراغ ويافد extension يدخل وين؟ يدخل بالقام. تشوفون؟ تشوفون هذا البون، هذا الميتال اكستنشن دخل وين؟ بالقام، يسموها بالديستال شو، يحافظ على التيث اللي وراء اللي هو البيرمننت ويحافظ نفس الوقت على الفراغ ما سن الجوا. انتبهتوا؟ اذا عندي فراغ محصور بونيتيك اريا بتوين تو تيث، انه ايت السبيس المنتينر استخدمها شنو هو؟ هو الباند اند لوب. إذا عندي one side free end، يعني one side عندي tooth والother side free ما بي أسنان، أستخدم الديستال شو. تمام؟ النوع الثالث هذا transpalatal أو translingual، انتبهوا بالأبر يسموها transpalatal باللور يسموها translingual. هذا شو يكون؟ هذا إذا عندي multiple premature loss of primary teeth. شوفون كاست البند هذا عندي ال one side عندي two teeth، ال other side one teeth، ثلاث أسنان مفقودة بالdental arch. بدل ما أسوي له band loop من السايدين أسوي له جهاز واحد اللي هو transpalatal، ألزم السكسات من both side بحيث أمنع أي تراجع للسكس بمكان الفراغ. إذا space maintainer يعتبر as a part of preventive orthodontic treatment، هو صح appliance لكن هو مجرد يحافظ على الفراغ الموجود وبالتالي أمنع البريماتور لوس. زين شو أمنع البريماتور لوس؟ يعني مو بس أسوي space maintainer، لا لازم الأسنان أسوي دائما child من هو صغير لازم يكون يزور طبيب الأسنان حتى لو checking عام. إذا عنده أسنان caries أعاجب المراحل الأولية على مود ليس عنده premature loss of the space. السلايد الوراء شوفوا لي over retained baby teeth or primary teeth. من يصير عندي هاي الصورة لأحد البيشنت ياتي الحلوين الصغار، تشوفون ظل عنده البرايمري تيث، كتشوفون صار بالديسيديوس العفو البرمننت، صار بديفليكشن من الباث مال الرابشن مالتهم، طلعوا لينجولي يردون يطلعون بس هذول ما موجودين. الحل اذا بيريودك فيزيت نقلع البرايمري تيث ونعوفه ويا الزمن نشوف انه المسل اكشن مال التانك راح يدفع هذول التو التيث البرمننت ويطلعهم ويقعدهم موقعهم الصحيح. تمام؟ هاي تعتبر عذاب. سلايد الوراء انكيلوسيس. الانكيلوسيس مشكلة حقيقة. ايام زمان انا مو كنت اشوف كيسات انكيلوسيس لكن هسه قاعد اشوف واي كيسات عندنا من الانكيلوسيس. بعد بالانكيلوسيس عندنا مشكلة. الانكيلوسيس راح يأثر، يعني شوفون هاي الصورة رقم واحد هاي هنا أنا. الانكيلوسيس هنا أنا صار عندي بالأبر باللور، الأبر دي اي باللور دي اي، فما مأثر على على الفيرتيكال ريليشن بين الأبر واللور تيث. لكن بالصورة الوراها تشوفون صار عندي انكيلوسيس باللور، تمام؟ السن الفوقه صار بي اوفر ايرابشن، اذا صار عندي خربطة صح لو لا؟ إضافة حيصير inclination of the adjacent teeth، الأسنان الدائرة ما دائرة يصير بيها inclination ويصير عندي هاي الحالة. قد تنتبهون هاي عندنا مشكلة. الأنكيلوسيس بيها مشكلة رئيسية لازم نحاول نعالجها. علاج الأنكيلوسيس يتوقف على نوعية الأنكيلوسيس. سلايد الوراء حتشوفون عندي اثنين OPGs for two patients with ankylosis. بالصورة رقم واحد رح انتبه انه الانكيلوسيس مالي الايز without any permanent teeth underline، يعني هو عندي انكيلوسيس لكن جواها ماكو اسنان داعمية. ننتبهون بالصورة الوراها هاي الصورة رقم اثنين، هذا عندي انكيلوسيس هنا صاير لكن نفس الوقت عندي permanent teeth. إذا عندي انكيلوسيس وعندي البيرمننت تيث، من يوصل التوث البيرمننت ثلاثة أرباع الروت مالته متكون، أقلع
الانكيلوسس تيث، رأسا أقلع الانكيلوسس تيث وأوفر فراغ زين وأعدل بقية الأسنان، أخلي البيرمننت تيث يطلع بمكانه الصحيح. لكن المشكلة وين؟ إنه بصورة رقم واحد إنه عندي انكيلوسس وما عندي البيرمننت، هذاك الوقت لازم أعالج الأسنان بطريقة أخرى، إنه أقلع الانكيلوسس وأخلي مثلا بروستيسيس معينة، أو أسد الفراغ إنه أحرك الأسنان المتبقية، أو أسوي فد artificial contour للمنو للانكيلوسس تيث، أكبر أسوي له فولينج، أكبر حجمه كأنه أسوي كراون عليه، طبعا إذا يتحمل الروت مال الانكيلوسس تيث. هذا كان في الانكيلوسس. النقطة الوراها ها السوبر نيومراري يعني احنا عارفون سن زايد، راح نشرحها في مواضيع اخرى، بالسوبر نيومراري لازم تخليوها ببالكم. اذا كان سن زايد وراح ياثر على الديفلوبمنت اوف ذا اوكلوجن كبريفنتيف مثلا لازم نقلع السن زايد على مود لا ياثر، لكن اذا اثر معناها راح يدخل في مجال الانترسبتيف اند كوركتيف تريتمنت، يحتاج الى ابلاينس ونعالجه، لهذا ما دخلنا به. بالاورال هابتس سلايد الوراء، بالأورال هابتس حنشوف مجموعة من الأجهزة، طبعا رح ناخذ الأورال هابتس كمحاضرة وحدها كاملة. كبريفنتيف ميثود، الأعمار الصغار اللي عندهم هابت، إذا قدرنا لهذول الأشخاص نلبسهم الهابت أو نوقف الهابت بطرق ممكن مو أبلاينس، ممكن طرق كلامية، يعني يصير في الدسكشن ويا البيشنت نوضح إنه هذا الهابت سيطرنا عليه، ما حيصير عندي أي مال أوكلوجين. لكن إذا ما قدرنا نسيطر عليه وشفنا الهابت موجودة في هاي المرحلة، ما نحتاج علاج، فقط نلبسه هابت بريكر. طبعا الهابت بريكر أكو أنواع، أكو ريموفابل، تشوفون هاي الصورة رقم واحد، وهذه الصورتين الاثنين اللي عندي هي فيكس تايب. تتوقعون الريموفابل، تتوقعون الريموفابل هو رح يكون ناجح؟ إذا الشخص حاولت تحكون وياه وشفتوه ما بفائدة وأنكوبرتيف، تتوقعون الريموفابل ينجح؟ أنا ما أتوقعه، رأساً أبلش أخلي له الفيكس تايب. أكو هذا النوعية تانك جريب تشوفون، وهذا النوعية الثانية تانك رول، مثل الرولة تشبه رول أو تانك جريب. هاي الأجهزة الصور معتها مهمة لازم تعرفوها، ممكن حتى تجيكم بالامتحانات العملية. هاي النوعية الثانية شنو هنا أنا عندي؟ أنا الريموفابل هابت بريكر، هذا فيكست هابت بريكر. تانك جريب هذا يكون تانك رول، تانك رول تانك جريب، تمام؟ هاي نوعيتين من الهابت بريكر، وراح اكثر راح نتكلم عن الهابت بريكرز في محاضرة الاورال هابت. الصورة اللي وراها بقية الكومبوننتس مال بريفنتيف اورثونتيك، ديبلي لوكت فيرست بيرمننت مولرز، اللي وراها الاوكلوزال بريماتوريتيز اند ابنورمال فرينال اتاتشمنت وسبيس مينتينرز اللي شرحناها عنها. راح نشوف كل واحدة من هاي النقاط صور خاصة. دبلي لوكت باعوا هاي الصورة، الكيس حقيقة قليل ما شايفها، وهاي الكيس الوحيدة شايفتها بحياتي. الديبلي لوكت فرست برمننت مولر صورة كلش مهمة. شوف شي يصير انكلينيشن للسكند برايمري مولر، يشوفون هذا الاي، يصير انكلينيشن ديستالي. وين يصير انكلينيشن؟ بمكان السكس. السكس شي يصير بي؟ ينغلق، يوقع يطلع، بس الإي ما قل عليه، شي يصير ينغلق، عبالك يصير فت قفل، يقفل عليه بالإي، شي يصير بنان السكس يبقى بهذا الموقع. الحال شنو مالته؟ لازم أعدل الإنكلينيشن مال هذا السن. الإي من أعدل الإنكلينيشن مالته، أما أسوي ستريبينج أو أعدله بأبلاينس معينة على مود يخلي السكس يطلع بشكل طبيعي ما يأثر عليه. ممكن دراسات أثبتت إنه إذا استمر اللوكت first permanent molar till the normal eruption أو shedding العفو مال second primary molar ممكن يصير ankylosis بالسكس ويصير عندي problem لازم أعالجه بعدين. صارت واضحة؟ هذا من حالة deeply locked first permanent. أي سؤال لكم تقدرون تكتبون بالكومنتات وأنا مستعدة للإجابة. Occlusal prematurities شنو معناها occlusal prematurities؟ هي بداية الحالة for crossbite، يعني سن من يكون عندي، يعني سن يتقدم وسن يرجع لي وراء. Occlusal prematurities هي بداية الحالة وليس الكروسبايت. الكروسبايت رح نشرحها بالinterceptive method. بالpreventive method رح يكون عبارة عن occlusal prematurities، باعوها شون؟
شوفون السنترالز هنا بهاي الصورة، التو سنترالز شوية راجعات لي ورا، والتو لور سنترالز راح متقدمات لي قدام، كأنه الأسنان راح يصير عندي، راح يصير عندي كروس بايت، بس هو ما صار لنا حاليا كروس بايت. الحال شنو؟ إنه هذا البريماتشور كونتاكت أفتحه، أسوي فد سمبل grinding الteeth بحيث يفتح هذا ويصير free of prematurity على مود الماندبل، يرجع الموقع والماكسيلا يطلع لي قدام وما يصير عندي problem. يعني هذا simple occlusal prematurity ما احتاج الى appliance، مجرد في simple grinding اسوي للteeth راسا يحل المشكلة وما يصير عندي اي مشكلة، وحاجة as a preventive method. يعني من اقولكم occlusal prematurity اعتبرها as a preventive method، لكن من اقولكم cross bite شو تقولوا لي؟ interceptive. بالانترسبتف خلصنا هذا الموضوع كله، رح نبلش بالانترسبتف. الانترسبتف هي عبارة عن فد نوع من التريتمنت undertaken when mal occlusion already developed. انتبهتوا؟ يعني عندي مال occlusion لكن بال already developed، يعني يختلف عن البريفنتيف. بالبريفنتيف لا، البريفنتيف هو نوع من انواع النورمال كونديشن، النورمال اللي نحافظ عليها. التايمينج ياثر، البريفنتيف هو النورمال والانترسبتيف قلنا هو الاب نورمال كونديشن، يشمل مجموعه من الخطوات. انتبهوا، سيرال اكستراكشن، developing cross bite, abnormal oral habit, proximal stripping, skeletal maturity, malrelation, space regaining, muscle exercise, soft tissue and bony barriers. هاي الخطوات اللي تشملها. بالسيريال اكستراكشن ما حشرح عنها لانه عندي محاضرة كاملة وسهلة ومهمة، كلش مهمة، راح اشرح لكم اياها عن سيريال اكستراكشن، بس اعتبرها انه سيريال اكستراكشن هو نوع من، طبعا عنده اسمين، اما يسموه serial extraction او يسموه guidance of the occlusion. هو guidance of the occlusion يعتبر نوع من انواع الانترسبتيف orthodontic treatment. developing cross bite من يصير يتحول الكيس من occlusal prematurity الى a cross bite خلاص اتعالج، احتاج الى appliance بسيط كانترسبتيف ميثود على مود اعالج هذا الكروس بايت، هذا يعتبر نوع من الانترسبتيف ميثود. abnormal oral habits، إذا استمرت الهابت وما فادت الطرق مالت الكلامية بالبريفنتيف، أحتاج إلى appliances أقوى على مود عالج هذا الموضوع، أن نحكيها بالأورال هابتس أيضا. ننتبه للنقطة الرابعة، proximal stripping of the deciduous teeth، ومخليت لكم الصورة يمها، تشوفون؟ شوفون هاي الصورة، هذا lower 1, lower 2، هذا منو C، تشوفون يعني two central with the lateral. السنترال الأولاني من right side normal، left side شوية مفتر، اللاترال هواية مفتر، والسي كذلك مأثر عليهم. راح أسوي stripping للproximal surface of the C، منه راح أخذ على مود أوفر space وأوف البيشنت على follow up for 3 months later، أشوف إنه الأسنان تبدي تفتر تأخذ راحتها بالفرة. هاي تعتبر نوع من الانترسبتيف ميثود. ليش اعتبرتها نوع من الانترسبتيف ميثود وليس بريفنتيف؟ سؤال واضح، أرجو أن تجاوبوا، بس أنا راح أجاوبكم إياه مع الأسف الشديد أنتم ما موجودين وياي، لأنه أصلا المال أوكلوجين صاير، الروتيشن مال توث صاير، فإذا نعتبرها شنو؟ برافو، اعتبرها interceptive method وليست preventive. skeletal mal relationship بالclass 1 وclass 2 وclass 3 رح نشرحها بمحاضرات مفصولة وحدها. ننتبه لل space regaining، يختلف عن space maintainer. من أقولكم space maintainer تعتبر ليها preventive orthodontic treatment، أما space regainer أعتبرها شنو؟ أعتبرها نوع من interceptive orthodontic treatment. هذا معناها إنه الفراغ مال السن راح، يعني بريماتشور لو صار وفراغ مال السن راح، الحال شنو يا عيني؟ لازم اوفر الفراغ، فما اسوي له ابلاينس، اسوي له فد ابلاينس بسيط، بس هذا ابلاينس شوفون اكو هذا السبرينجز، هذا السبرينجز يدفع الاسنان داير مدار الفراغ، يوفر الفراغ، يزيد من حجم الفراغ على مود البيرمننت تطلع بشكل طبيعي. السبيس ريجينر يختلف عن السبيس مينتينر، يعني السبيس مينتينر عندي نورمال كونديشن حافظت عليه بالمينتينر، لكن بالريجينر لا،
in the loss of space ورجعت الفراغ بالأبلاينس مالتي البسيط لكن يعتبر as interceptive orthodontic treatment. Muscle exercise أكو حالات معينة مثل التانك دائما يكون protruded فممكن إنه نعالج هذا التانك بهذه الطريقة إنه عندي نطيفة muscle exercise بسيطة للتانك على مود لا يرجع يصير protrusion ولا يولد عندي open bites مثل هذه الكيسات تعتبر as an interceptive orthodontic malocclusion. Soft tissue and bone barriers رجعوا للسلايد اللي وراء انتبهوا للسلايد اللي وراء راح تشوفون عندكم توضيح لهذا السوفت تيشو والبوني باريرز. يجي لك بيشنت باعه شوف هذا الكيس الأدنى هذا البيشنت عنده فد اودونتوجينيك او نون اودونتوجينيك سيست اراوندينج تو سنترال انسايزرز بحيث جاي ايقل الرابشن اوف ذا تيث فالبيشنت جاني صار عنده اوبن بايت نو توث الرابشن صار عندي مال اوكلوجن صح لو لا الحل هو سيرجيكال بروسيجر راح تنتبهون صار عندي surgical procedure هذا سويته أول واحد surgical procedure مال هذا الodontogenic cyst هذا الodontogenic هذا اللي تشوفون هذا اللون الغامق شلناه سوينا good sectioning for teeth صار ورا 3 أشهر طلع هذا السن ورا سوينا الoperation مال ثاني واحد اللي كان هو أبسط بمجرد ما طلع الانسايزل ايج نعوفه ويا زمن نشوف انه التوث حيصير بي نورمال ايرابشن هذا يعتبر نوع من الانترسبتيف اورثودونتيك تريتمنت شرحت لكم وقلت لكم الكوركتيف تايب اوف اورثودونتيك ابلاينس راح ينشرح مواضيع مفصوله وحدها كل شيء كل ما الاوكلوجن وحده يعتبر از كوركتيف تريتمنت تايب هذا البريفنتيف انترسبتيف مهم تفرقون شنو هو كل بارت وشنو هو العلاجات اللي ممكن يقدمها كل فيس وشنو هو كل كيس يعتبر as preventive أو interceptive أتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله ما طولتها عليكم إن شاء الله ما يكون انضجتوا والتعليم الإلكتروني ممل لأنه واحد يقعد وحده ويقعد يحكي وحده يعني يعتبر حال المجنون بس لا حشاكم من أي حالة إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق أنت أبوي ورا ما تخلص المحاضرة سويت لكم كويز ارجو ان تجاوبوا لي على الكويز ودزوني الكومنت وعدكم اول كويز المهله مالته اسبوع ورا اسبوع بعد ما استلم اي جواب رجاء ورا اسبوع من تنزل المحاضره مالتكم ما استلم اي جواب هذا كويز راح تعتبر ضمن درجات مساعده لامتحانات الفصل راح تبتحنها ان شاء الله ورا ما تخلص الازمه كليا لانه ما عندكم ماده عمليه فحنخلي درجات على الكويزات وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق رجعوا للسلايد كاتبت لكم quiz of the lecture good luck أرجو إنه كل واحد يجاوب بطريقته الأجوبة المتشابهة ترى راح نقص درجة مالتها الأجوبة المتشابهة رجاءً كل واحد يجاوب بطريقته بأسلوبه بطريقة تفكيره ترى هي الكويز درجة مالتها أكثر شيء على التفاعل ويا المادة حتشوفون هو سؤال عملي مدبوح صورة مخليت لكم هنا قد تشوفون مكتوبة بها identify the malocclusion سؤال الأول شو malocclusion عندي بهاي الصورة تكتبوا لي إياها وبعدين تكتبوا لي name of the wire component اللي قد تشوفوها قدام عينكم شنو اسمه لأنه هذا يحتاجوه بالامتحان العملي and the gauge of the wire and the gauge of the wire تمام أريدكم تكتبوا لي إياها ورح نسوي مناقشة وأشرح لكم الجواب ورا ما أستلم الأجوبة كاملة ورا أسبوع أتمنى لكم كل التوفيق مع السلامة